دكتور عبد الله صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور أستاذ نجود، التحية لكم والتحية للبريطانية الأزرق فيهم والتحية للمشاهدين أيضا. الله يخليك يا رب. موضوع الصلابة والصمود النفسي عميق جدا، يعني حاجة ما سهلة، وممكن يكون مار بمراحل كثيرة عشان ذات زول يقول أنا صامد نفسيا، ده لو ما كان في تشوهات جوا وقادر على أمور كثيرة عايزة أعرفها من خلالك. يعني نبتدي بالتعريف العلمي أو النفسي لمعنى الصمود أو الصلابة النفسية. جميل يا أستاذ نجود. الصلابة النفسية أو الصمود النفسي، يعني يمكن هو علميا نحن نتكلم عن الصلابة النفسية بنتكلم عن قدرتنا أو قدرة الأفراد على إنهم يتعاملوا مع الضغوط النفسية في الحياة، وبعد ذلك قدرتهم على إنهم يتكيفوا مع التحديات والصعوبات اليومية الموجودة في الحياة بصورة عامة، وإنهم كيف يتعاملوا مع الإحباط. الحياة دي ما هي فيها ضغوط نفسية، في صدمات نفسية كبيرة جدا موجودة، صح. إنهم كيف يتعاملوا مع وبعض الأخطاء، الإنسان ده هو ما بيخطأ كثير جدا، إنه كيف إنه يتعامل مع الخطأ، وكيف يتعامل مع مشاكل اليومية، وبعد ذلك كيف إنه يطور استراتيجيات عشان يقدر يتعامل مع الحياة دي، في إنه يحل مشاكله ويتعامل مع المشاكل دي بسلاسة شديدة، حتى تعامله مع الآخرين يكون التعامل فيه احترام بالرغم من الصدمات النفسية، بالرغم من المشاكل، واحترامه لذاته في نفس الوقت. يبقى مفهوم الصلابة النفسية يعني ممكن يتيح لنا فرصة نحن في الحياة دي إننا لما نواجه صدمات نفسية عميقة أو نواجه مشكلات يكون عندنا فرصة سريعة جدا إننا نتشافى من الصدمة النفسية المعينة. ونحن للا أستاذ نجود في الحياة دي عند في حروب وفي نزاعات، عندنا مثلا في السودان كل سنة تحصل لنا مسائل بتاعت سيول وفيضانات، ناس بيفقدوا بيوتهم، ناس بيفقدوا أرواح، ناس بيفقدوا حاجات كثيرة جدا. يبقى المشاكل دي كلها بالنسبة لنا تعتبر صدمات نفسية عنيفة في الحياة. أيوة. من الضروري جدا إن يكون نحن عندنا القوة والقدرة على إننا نكون صامدين في الحياة، يكون نكون يعني في صلابة عندنا موجودة، ودي مهمة جدا في حياتنا نحن، لأن الحياة دي في المقام الأول يعني كي ربنا سبحانه وتعالى بقول لك خلقنا الإنسان في كبد، الحياة دي فيها كبد، فيها مشاكل، فيها تفاصيل كثيرة جدا. صحيح. أنا عايز أرجع لنقطة مهمة أسي تذكرتها وإنت وحضرتك بتتكلم، في أطفال بيتعرضوا لصدمات نفسية ما هينة، يعني شوف زول قدامه بغرق، والدته تتوفى، شعور الفقد مؤلم يعني على جميع الأصعدة، فالحاجة دي برضو ممكن تغير أو تخلي الشخص ينبت بشخصية مختلفة تماما، فياريت لو تكلمنا في الجانب ده. صحيح. وبالتأكيد يا أستاذ نجود إذا كانت الهزات العنيفة يعني بالذات الصدمات النفسية تأثيرها حتى على الكبار بيكون صعب، بيكون محتاج لأنه الزول يطور مقدرات معينة عشان يواجه الصدمات. بالتأكيد المسألة دي على الأطفال عندها، لأنه الأطفال نحن بنسميهم هم جزء من الفئات الحشدة في المجتمع، لأنه خبرات بعد ذاك ما عندهم، لأنه حاجات كثيرة جدا عندهم يعني يمكن بيتسموا بالهشاشة النفسية، وبالتالي تعرضهم للصدمات نفسية معينة، تعرضهم لمشاكل في المجتمع معين، المسألة دي بتأثر عليهم تأثير نفسي عميق بالمناسبة. وعشان كده نحن بنقول إنه يمكن مسألة الصلابة النفسية والصمود النفسي في المقام الأول نحن ممكن نكتسبه من فترة الطفولة إذا كان الآباء والأمهات في عملية التربية، في عملية التنشئة الاجتماعية لازم راعوا المسألة دي، لأنها الفترة الأولى من حياة الإنسان هي مهمة جدا بالمناسبة، وهي مرحلة يمكن تكون شوية صعبة ومحتاجة لكثير جدا من إنه الناس يجيبوا مع الأطفال، لأنه بالذات الأطفال اللي بيتعرضوا لمشكلات نفسية أو هزات أو صدمات، خلينا نقول الأطفال في مناطق الحروب والنزاعات، إنه أقرب الناس لهم الآباء والأمهات، يجيبوا معهم يوفروا لهم الأمن النفسي والطمأنينة. والمسألة دي مهمة جدا إنك تخلي طفلك القريب لمنطقة الصراع المعين أو الطفل التعرض لصدمات معينة في أي حتة في المجتمع ده، إنك تطمن وتقيف معه. المسألة دي بتشكل له بالمناسبة يعني يمكن دعم نفسي قوي جدا بالنسبة له، لأنه مسألة التطمين دي مهمة جدا، إنه هو يعني إحساس بالطمأنينة، إحساس بإنه المسألة اللي حصلت دي هي حاجة طبيعية وبتعدي.
ودي مسألة ضرورية جدا بالمناسبة بالنسبة للأطفال. نعم. طيب جغرافية الشخص صاحب يعني القوة النفسية أو الصمود النفسي، كيف ممكن أنا أعرف إنه الشخص ده صامد نفسيا، هادئ مثلا، متزن، ما في عنده ثبات انفعالي؟ كيف نقدر نتعرف، أو حتى الشخص ذاته كيف يتعرف إنه هو صامد نفسيا؟ صحيح، هم الأشخاص ذوي الصلابة النفسية دير ما عندهم سمات معينة وعندهم خصائص. الشخص اللي عنده الصلابة النفسية أو الصمود النفسي ده يعني بنلقاه إنه عنده القدرة على الاستغلالية والاعتماد على الذات، هو بيعتمد على نفسه كثير جدا من حاجاته. صحيح. كثير جدا من المشكلات، وحتى في مسألة اتخاذ القرار، ودي نحن بالمناسبة أستاذ الوجود بنلقاها يعني عند كثير جدا من الناس، يعني مسألة اتخاذ القرار ده بالنسبة لهم صعبة، واحيانا يمكن بينصاعوا لاملاءات اخرين في المجتمع، يعني كثير الاستشاره. صحيح الاستشاره هي مهمه، لكن مساله الاستغلاليه وانك انت تعتمد على نفسك في اتخاذ قرار معين، دي مساله مهمه جدا بالنسبه لك، ودي دلاله واضحه على انك انت بتتسم بالصلابه النفسيه والصمود النفسي. احنا ما بنقول الاخرين لما انت تسمع لارائهم في بعض القرارات انهم هم صحيح قد يكونوا قريبين لك وعايزين ينصحوك او عايزين يدوك حاجه كويسه، لكن مرات هم بينظروا للموضوع من ناحيه معينه، لانه كثير جدا من القرارات بالمناسبه قد تكون فيها مخاطره كبيره. صح. لكن يمكن الناس الاداره تقول لك القرارات فيها مخاطره كبيره، قد تكون اهداف يعني اهداف كبيره وقد تحقق لك مكاسب كبيره جدا. برضو ممكن نقول الناس اللي عندهم الصلابه النفسيه هم اقدر عليه عندهم القدرة على مهارة حل المشكلات، ودي بتكون نتيجة خبرات متراكمة في حياتهم، بيكونوا مروا بتجارب كثيرة جدا في حياتهم، وبالتالي الخبرات دي يعني يمكن خلقت لهم فرصة في انهم يواجهوا مشاكل صادمة كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت يطوروا استراتيجيات في انهم كيف يتعاملوا مع المشكلات دي. ما هو الحياة دي مشكلات فيها تفاصيل، لكن قدرتك على انك انت تتعامل مع المشكلات دي وبعد ذلك تحولها لفرص نجاح، سواء كان النجاح ده على المستوى الشخصي او كان على مستوى الوظيفه او صحيح. حتى على مستوى العلاقات الاجتماعيه. ايوه. برضه من خصائص الاشخاص ديل نظرتهم للحياه نظره ايجابيه، ونظرتهم لذاتهم ذات نظره ايجابيه وفيها ثقه بالنفس، عندهم ثقه عاليه جدا بنفسهم بالمناسبه. وعندهم قدرة طبعا على المسألة بتاعت إدارة رد الفعل للانفعالات. احنا لما نتكلم عن الانفعالات مثلا على سبيل المثال عن الغضب، لو تكلمنا عن الغضب بنلاقي انه اغلب الناس ما بكون عندها القدرة على انها هي تغضب، لانه انك تغضب دي ما بتواجه مثير معين في الحياة، وبالتالي بيخلق الغضب المعين او بيخلق الحالة النفسية او المشاعر المعينة. لكن قدرتك على انك انت رد فعلك تتحكم في ردود الافعال دي برضها بالمناسبه يعني يمكن يكون دليل على انه الانسان ده هو بيتسم بالصمود النفسي والصلابه النفسيه اكثر من غيره او اكثر من الناس الثانيين اللي هم ما بيتحكموا بعد ذلك في استجاباتهم للغضب المعين او للمشاعر المعينه اللي بتواجههم في حياتهم. نعم، معناه صحتهم النفسية كويسة متزنين، دي للناس اللي بينظروا نظرة إيجابية، ولا برضو التفريغ من فترة لأخرى مهم؟ وطبعا ملاحظة جميلة يا أستاذ عمد النجود، بالمناسبة الصمود النفسي والصلابة النفسية عندها تأثير إيجابي على الصحة النفسية. والكلام ده دليل على أنه كل ما كانت الصلابة النفسية عندك بنسبة عالية، كل ما صحتك النفسية والجسدية كانت الصحة متوازنة والصحة النفسية جيدة وممتازة بالمناسبة. نعم. بالتأكيد عندها تأثير إيجابي على الصحة النفسية وحتى كمان على الصحة الجسدية، لأنه بالمناسبة نحن نتعامل في الحياة دي مع ضغوط معينة أو صدمات معينة، الضغوط دي قد تسبب كثير جدا من القلق والتوتر في الحياة الإنسان، وقد تصل لمرحلة الاكتئاب بالمناسبة في بعض الأحيان، لأن الصدمات النفسية العميقة ممكن هي تبدأ بتوتر وقلق لكن تصل مرحلة الاكتئاب، ودي مسألة خطيرة جدا. لكن كل ما تكون انت صامد نفسيا وعندك القدرة على انك انت تكون متوازن في حاجاتك وتتعامل مع المشكلات اللي بتواجهك دي بتوازن شديد جدا، وبانها هي حاجة طبيعية في الحياة، اننا احنا تواجهنا مشاكل، اننا احنا تواجهنا ازمات، قد تحصل حروبات، قد تحصل كل الاشياء دي، لكن
قدرتك على انك انت تتعامل مع المشكلات المعينه في وقتها. المشكله هي ما بتبدا صغيره، بعدها اذا تعاملت مع المشكله في وقتها بانها صغيره وتعاملت معها بايجابيه وبصمود وبصلابه نفسيه قويه، بتقدر تحول المشكله دي بالمناسبه لنجاح في الحياه. صح صحيح. في ناس في حياتنا مروا حتى لو هم كانوا شايفين في محطات الحياه الكثيره كانوا سبب على فكره لنجاح وقوه رهيبه، يعني حتى الزول احيانا يتفاجئ انه هو بالقوه دي، انه شخص كان موجود في فصل من فصول الحياه وغادر الحياه وكان فاكر انه بعده مثلا انه الامور ما حتمشي بالحاجه العايزه، بس هي بتكون افضل واحسن بكثير يعني. صحيح، وفي نماذج كثيره جدا في المجتمع بالمناسبه. صحيح. موجوده. صحيح يا دكتور، انا يعني بشكرك دكتور عبد الله، تحياتي وتقديري لك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ، الله يكرمك يا رب. نسمع ولا حنخش الفاصل طوال؟ نسمع ونخش الفاصل ونرجع.